دكتور فادي أبو رزق موجود معنا اليوم، اختصاصي أمراض الرئة والجهاز التنفسي، وموضوعنا التهابات الرئة بهيدا الموسم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور أبو رزق، أستاذ محاضر بمستشفى الروم، وطبعا اليوم حديثنا على كثرة ما عم بتشوفه يمكن بالأوبيتالات وبالكلينيك، قدي في برونشيت، قدي في بنموني، قدي في مشاكل التهابات رئوية. الكل معرضين أو في ناس عندهم مناعة أكثر من غيرهم؟ أول شيء كاتيا ثانك يو على استضافتكم. نحن الحديثنا اليوم هو في أكيد أكثر في ناس معرضين أكثر لحتى يكون في عندهم بنموني ولحتى يكون في عندهم برونشيت. في ناس عندهم مناعة، جهاز المناعة بيلعب دور بالبرونشيت والبنموني. بس قبل حبيت أخذ لحتى نحكي شوي شو هي نفرق بين البرونشيت والبنموني. البرونشيت والبنموني هي نوع من الالتهابات الجرثومية اللي بتأثر على القصب الهوائية والرواية. هلأ مثل ما بيطلع بالصورة قدامكم، القصب الهوائي البرونشيت هي وين الالتهابات بتضرب القصب الهوائية. يعني ما وصلت بالعمق بالرئة، deep inside the lungs، بتبلش هون يعني. بتبلش بقلب القصب الهوائية، بتضرب الغشاء تبع القصب الهوائية، بصير في عنا التهابات بالقصبي، بصير في عنا تضيق وورم بالمجرى الهواء، وكمان بصير في عنا افرازات زايدة لحتى تطلع هالالتهابات، تطلع هالإنفكشن اللي فاتي بقلب القصب الهوائي لبرات الرئة. كرمال هيك العوارض تبع البرونشيت منلاقي انه بيصير المريض يطلع بلغم زيادة مع سعال، مع هديق بالتنفس، ومرات بيصير في عنا نوع من الصفير، حتى الإنسان بيصير يصوفر صدره بالبرونشيت. مقارنة بالبنموني، البنموني هي التهابات بأعمق بقلب الرئة، بتصير بالألفيولاي اللي هي إذا بدنا نقول مثل ساكس صغار بقلب الرئة، مطرح ما بيصير في عنا إكسشينج للأكسجين بين الرئة وبين الهواء وبين الدورة الدموية. هالجيوب بقلب الرئة هن اللي بيصير فيهم الالتهابات. بقى بالبنمونيا البنموني بيصير الالتهابات أعمق وأقوى وبتعمل عوارض مزعجة أكثر من البرونشيت. هلا مين يلي أكثر شيء معرض لهالنوع من الالتهابات، وهل كل فيروس ممكن إنه يودي لبرونشيت؟ كلنا نحن معرضين كلنا معرضين للبرونشيت أكيد. البنموني في ناس أكثر معرضين ليعملوا البنموني، يعني اللي عندهم ما بعرف بلكي أزمة، اللي عندهم حساسيات عالية. صحيح، الريسك فاكتورز هني لما يكون هي كلها ديبندز على قديش نحن مناعتنا. يعني لما جهاز المناعة ما يعود قادر أنه يدافع ويواجه ويقضي على الفيروس أو البكتيريا، بتصير هالالتهابات هذه الموجودة. أكيد الناس اللي عمرهم أكثر من 65، الناس اللي عندهم بيدخنوا عندهم انسداد رئوي أو عندهم ربو مثل ما حضرتك قلتي، الناس اللي بياخدوا أدوية بتخفف المناعة مثل الناس اللي عم ياخدوا كيموثيرابي أو بياخدوا كورتيزون على فترة طويلة، هو كلهم معرضين انه يعملوا التهابات اكثر من غيرهم. بيعملوا التهابات لانه جهاز المناعه عندهم اضعف، وطبعا الاطفال الصغار اكيد يعني الاطفال والحوامل اكيد. هلا اللي بيصير انه العوارض متشابهه بين الاثنين، يعني اذا بدك تشوفي العوارض بين البنموني وبين البرونشيت شوي متشابهه، يعني اثنيناتهم بيعملوا سعال مع بلغم، اثنيناتهم بيعملوا معقول يعملوا حراره، معقول يعملوا ضيق بالنفس. كرمال هيك النيونس انه نقدر نفرق بين اثنين كثير مهم، كثير مهم، يعني كثير مهم للمريض لحتى يعرف ايمتى نحن عم نتعاطى مع شيء مزعج. هي البرونشيت بتتحول لبنموني يعني اذا ما تعالجت، ولا هيدا شغلتين مختلفين؟ لا، هي في يكون عندنا اثنين مع بعض وبيسموها برونكو بنمونيا، يعني أوكي. بيكون في عندنا التهابات بالبرونش بالقصب الهوائيه والتهابات بالسك الفيولار بالالفيولار ساك اللي هن، بس الفيروس نفسه يعني بس بيكون نفس الشيء، بس في فرق بين شو هن المسببات اذا بدنا نقول اي ميكروب هي بتعمل برونشيت، أوكي. اي ميكروبس بتعمل نمونيا بنموني. يعني بالبرونكايتس بالاكيوت برونكايتس بالبرونشيت اكثر من 95% من الحالات بتكون سببها فيروس، قليل ما يكون سببها بكتيريا. والبكتيريا كتير هيني، يعني اللي بتجي نوعية البكتيريا اللي بتعمل برونكايتس سهلة انه جسم يتخلص منها. بينما بالنمونيا في عنا اكترية المرات
السبب هو بكتيريا مش فيروس، وهيدي بتعمل فرق كبير لانه الفيروس ما في عندنا كتير انتي فايرال، يعني شيء بيقدر يشتغل على الفيروس لحتى يقتل الفيروس، بينما مش الانتيبيوتيك، ومش الانتيبيوتيك اللي بيشتغلوا. هيدي المسكونسبشن اللي عند العالم، انه الناس اللي بيفكروا انه عم بيسعلوا عم بيطلعوا بلغم يعني خلص لازم نروح ناخد انتيبيوتكس. لا، أكترية المرات السبب تبع البرونكايتس هو فيروس، وإن أخذنا انتيبيوتكس أو ما أخذنا رح يكون نفس الشيء. نحن رح ننطر، رح نقول إنه هيدا فيروس يومين ثلاثة وبيمرق. صحيح. أيمتى لا لازم يكون في استشارة طبية بكير، وخاصة إذا عم بتقول دكتور إنه متشابهين العوارض. صحيح. بين برونشيت وبنين البنوموني، بالوقت البنوموني هي شغلة خطرة. صحيح، البنوموني شغلة خطرة لأنه معقول يتفوت على المستشفى. يعني البنوموني إذا أعطينا أنتيبيوتيك، مرات كتير بنعطي أنتيبيوتيك المريض بيتحسن هو بالبيت، بس في مرات لأنه بسبب جهاز المناعة بيضطر المريض يفوت على المستشفى بده ياخد IV أنتيبيوتيكس، يعني أنتيبيوتيكس بالمصل. وفي مرات بتفوت على الانتنسيف كير يونيت، يعني بفوتوا على نعاش بنحطهم على مكنة التنفس لحتى يعملوا. هلأ إذا إجت العوارض وطولت العوارض شوي، يعني نحن بعد إجمالاً البرونكايتس البرونشيت 3 إلى 5 أيام انكترت بتروح الحرارة ببلش المريض يتحسن، إلا إذا ضلت السعلة لأنه صار في صفير. هلأ بس إذا طولت الحرارة صار في انحطاط كتير قوي بالجسم بعد يوم، بعد يومين أو 3 أيام. إذا المريض بلش يحس بضيق بالتنفس، إذا المريض ما عم يقدر يأكل لفترة طويلة، خاصة عند الختيارية، لأنه عند الختيارية معقول يجوا العوارض بشكل atypical، يعني ما يكون أنه عطول سعلي وبلغم. نعم. يعني بيجوا مرات بيوجع بالصدر، أو المريض الختيار بيقطع الأكل تبعه، أو بيصير يعمل لعيان واستفراغ. هيدي عوارض معقول يدلنا انه نحن عم نحكي مع نمونيا. والمهم كتير ايمتى بدنا نحكي مع الحكيم؟ لما نكون عنا نحن استعداد. يعني اذا كان مريض عنده ضعف بالمناعه، المريض المرضى اللي بيدخنوا واللي عندهم سي او بي دي انسداد رئوي او ربو، الناس اللي عم ياخذوا ادويه للكيموثيرابي او ادويه بتخفف المناعه، هودن من المفضل انه ينشافوا بسرعه. لانه اذا كان في عنا نمونيا وطولنا عليها معقول تأذينا أكثر. هيدا الشيء بيتردد، يعني إذا غين هالقد في مناعة واطي النمونيا بتكون متكررة؟ نعم ممكن أكيد، لأنه بسبب تعرض كل العالم بيتعرضوا على الفيروس بهالفترة من السنة. نعم. وكل العالم بيتعرضوا للبكتيريا. نحن البكتيريا موجودة، نحن عندنا بقلب جسمنا، موجودة بالتم، موجودة وين عم نعمل تاتش، وين عم نروح، وين عم نجي. بس تفوت هالبكتيريا من التم أو تفوت على قلب الرئة، إذا جهاز المناعة ما قدر دافع بيصير في عنا التهابات. كرمال هيك عند الناس اللي عندهم استعداد، يعني كل ما تعرضوا للنمونيا هني أترسك أنه يعملوا نمونيا. ليش بهالوقت من السنة؟ سؤال، في كتير تيوريز على هالسنة، خاصة نحن عم نحكي بقصة الفيروس. نعم. يعني الانفلونزا فيروس اللي هي بتعمل كتير الرشح ومنا الـ H1N1. هلأ هي الفيروس بتحب السقعة. نعم. ليش بتحب السقعة؟ بتعيش لأنه أكتر بالسقعة؟ بتعيش أكتر وبيصير في ترانسميشن أكتر بالسقعة. يعني الفيروس عطول موجودة بالجو، إذا كان في عنا سقعة بتصير الوزن تبعها خفيف، وبتصير قدرتها لحتى توصل على قلب العمق تبع الرئة أقوى. بينما إذا كان في عنا لنقول بالصيفية في عنا هيوميديتي عالي وفي عنا حرارة عالي، هالهيوميديتي بتعمل غلاف حول الفيروس وبتصير تقشط على الأرض، ما بتعود بسهولة توصل على قلب الرئة. يعني حتى هالفيروس يلي عم تقول موجود وين ما كان رح يعيش أكتر بالسقعة. صحيح. يعني يكون في ريسك أكتر لأنه حياته أطول. شو وضع الفاكسينز وهل هن بيحمونا 100% من هالمشكلة؟ الفاكسين مهمين. نحن كفاكسين نحن في عنا نوعين فاكسين، في عنا فاكسين بنعمله بناخده للفيروس اللي هو بناخده أفضل يتاخد بأند أوف أكتوبر لحتى بس توصل الفاكسين، هو على طول هدف الفاكسين انه يتعرف جهاز المناعه على على الانفكشن، على الميكروب. بس يتعرف بصير في عنده مثل تولز اكثر لحتى يدافع، بصير في عنده طرق اكثر لحتى يدافع. بقى كرمال هيك الفاكسين مهم يتاخد قبل ما يوصل السيزن. هو السيزن بيعمل بيك تقريبا بديسمبر جانوري اند اوف فبراير، يعني هالفتره هيدين.
إذا أخذنا عرفنا جهاز المناعة على الفيروس بيصير يقدر يدافع بشكل أكثر، بيحمي الفاكسين بالنسبة للفيروس أكيد بيحمي، وفي كتير أبحاث بيّنت وريسورش أنه بيحمي، بخفف العوارض، قديش الفترة اللي بتضل العوارض، بخفف قديش الريسك أنه المريض الفيروس تأذي ويفوت على الهوسبيتال ويفوت على الانتنسيف كير يونت، بس بده يتاخد بوقته. هي بالنسبة للفيروس أكيد مهم، والمهم أنه نحن كل سنة في عنا نوع من الفيروس بتغير شكله كل سنة. بقى مثلاً الفاكسين اللي بيتاخد للفيروس كل سنة بيتطلع وبيتغير فيه حسب قديش ممكن شو نوع الفيروس وشو في عنده دفاعات الفيروس بدنا نقول لحتى تفوت على قلب الجسم. هالفاكسين عم يحمينا لقدي وقت؟ بيحمي بالفترة السيزن، لأنه بيعمل بتعرف جهاز المناعة على هالفيروس لأنه كل سنة بيتغير الدفاعات عند الفيروس. كرمال هيك نحن كل سنة بنقول أنه لازم ناخد الفاكسين للفيروس. الكل؟ المعرضين أكثر، المعرضين يعني الناس اللي بيشتغلوا بالمستشفيات معرضين لحتى يشوفوا مرضى أكثر. الناس اللي مثل ما قلنا قبل، كل الناس الاختيارية اللي عندهم مشاكل رئة، مشاكل قلب، سكري، اللي عندهم مشاكل بجهاز المناعة، أو كلهم معرضين أكثر. الأطفال، كل هالجروب أفضل أنه ياخدوا الفاكسين. هلأ في فاكسين تاني هو فاكسين النمونيا. أوكي. اللي هو غير فاكسين تبع الإنفلونزا. هذا في نوعين فاكسين، هذا بينعطى لحسب كمان إذا شو في ريسك فاكتورز، يعني الناس اللي عندهم ضعف بجهاز المناعة وعندهم مشاكل رئة فوق 55 من أفضل أنه ينعطى، أو فوق 65 عند العالم كمان عندهم هالمشاكل. بس في مرات إذا إنسان كبير عنده عدة مشاكل مع بعضها أفضل أنه ينعطى هالفاكسين للنمونيا. هذا فاكسين محدد للنمونيا. هو النمو إذا بدنا نقول البريفنار، اسمه معروف عنا البريفنار ومعروف عنا البنوموفاكس. البرونشيت هي عم ناخد لها فاكسين الفلو العادي الإنفلونزا ولا كمان خاص تحمي من يعني الفاكسين بيحمي بالبرونشيت، بس هو انه بيحمي من البرونشيت اذا بدنا نقول، بس هو بيحمي على العوارض الثانيه من الفيروس. يعني رح ناخذ اتصال دكتور. الو نقطع الاتصال. منتابع مع الفاكسينز في سايد افكتس، يعني الناس اوقات كثير يعني بتعرف في حديث كثير، وهلا على السوشيال ميديا بنفوت على كثير ابحاث واراء والى اخره. في كل ناس بخافوا من الفاكسين. اكيد في سايد افكت، في سايد افكت من الفاكسين، بس السايد افكت الكومن يعني اللي كثير فريكوينت انه يصيروا من فاكسين الانفلونزا ومن الفاكسين اللي بناخده للفلو، عاده توليربل يعني منهم مأذيين، يعني معقول يعمل شوية احمرار محل الفاكسين، معقول يعمل شوية حرارة خفيفة او وجع ل 24 ساعة وبيروح. هيدين كومن يعني بتصير تقريبا واحد على 10 اشخاص بيقدروا يعملوا. هلا في uncommon سايد افكت اللي هن ما حدا بيقدر يقول اي شخص معقول يصيروا معه، هودي uncommon منهم كثير مزعجين يعني. uncommon رح ناخذ اتصال بس قبل ما يرجع ينقطع دكتور. الو الو بونجور. اهلا تفضلي. فيني اسال حكيم؟ تفضلي. كيف بيعرف الواحد اذا عنده ستريبتوكوك وستافيلوكوك؟ اذا عنده ستريبتوكوك او ستافيلوكوك. اهلا وسهلا فيك، سؤال كثير بمحله، كثير منيح السؤال. الستريبتوكوك بس لحتى نعرف عنهم، والستافيلوكوك هي انواع البكتيريا اللي معقول تعملنا الانفكشن خاصه النمونيا. الستريبتوكوك هي اكثر الكومن كوز لحتى يعملوا لنا نمونيا. اجمالا الستافيلوكوك كمان بتعطي نمونيا بس ما بتعطي قد الستريبتوكوك. الستافيلوكوك عادة بناخذها من محلات نحن منا كثير، في انواع النمونيا بسموها كوميونيتي اكواير نمونيا، يعني معقوله ناخذها نحن ببيتنا اذا رحنا على شيء محل بقلب المحلات اللي نحن بنعملها فريكوينت فيزيت. الستافيلوكوك هي فريكوينت اكثر بالمستشفى. الستافيلوكوك اكثر بالمستشفى. هلا يعني معلومات مهمه وحلوه، بس انه هيدي مش لنا شخصيا
نحن يعني مش اكيد الحكيم الطبيب يلي لتشخيص الطبيب، بس في فحوصات يعني بالحالتين نحن بحاجه لطبيب صحيح للتشخيص صحيح وللعلاج. الزرع اجمالا الزرع بينفع نعم. وفي كمان مرات فحوصات انتيجين فينا نفحصهم باليورين او فينا نفحصهم بطريقه تانية لحتى نشوف اذا في عندنا هالنوعيه من البكتيريا ولا لا. بس اجمالا بس لطمن لبالا انه انواع الانتي بايوتكس اللي نحن بناخذهم بيشتغلوا على الستافيلوكوك وعلى الستريبتوكوك على الاثنين بيشتغلوا. عم تقرا كثير المدام. بس سؤال منيح. يعني فعلا اوقات يعني نحن بنفوت بتفاصيل كثير دقيقه يعني، وكمان مش ضروري نقدر نكون ملمين فيها كلها. فاذا السؤال المهم هو ايمتى لازم نروح عند الطبيب؟ المهم مش نفوت بكل هالدراسات بالمية 100%. المهم نحن اذا كان في عندنا استعداد هاي الكونكلوجن، اذا في عندنا استعداد، اذا العوارض لقينا انه متعبه جدا، يعني غير قصه انه نحن حراره وشرين مناخيرنا، عاملين شويه كونجستشن، عم نسعل، هيدي عوارض تبع الفيروس، اجمالا بننطر عليها يومين ثلاثه وبيمشي الحال، اذا ما مشي الحال، اذا طولت، اذا كان في عندنا تعب كثير او ضيق بالنفس معناتها نحن عم دكتور عم نركز على هالموضوع، موضوع استشاره الطبيب بوقت من الاوقات صحيح. لانه نحن كثير فعلا لانه المعلومات صارت وافرة عنا اوقات نحن عم نعمل تشخيص خاطئ وعم يوصلنا لاماكن يعني كنا بنقدر نتجنبها وعم تعملنا بانيك يعني بيفوتوا على الانترنت بيقروا الرير بروبلمز اللي معقوله والرير سيمتومز والعوارض اللي كثير رير بتعملنا بانيك بنلاقي حالنا رحنا صرنا لحتى نستجيب. كمان اتصال. الو 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 يا هلا تفضل. موجود اتصل الدكتور سهاد. هلا اكيد تفضل. عم نسمع تفضل شو سؤالك؟ بدي اسال الدكتور سؤال. نعم دكتور انا عندي بوليب بالرواية. نعم وصار لي شهرين عم عاني كذا مره بالالتهاب وضيقت المنفذ، هلا اضطريت اخذت كورتيزون واستمر وعم باخذ انت عندك سوري انت عندك انسداد بالرئه؟ انسداد رئوي؟ ايه وانا باخذ الكبرومي 10 على 50 مظبوط بس صار لي فتره عم عاني من الاحد لهلا بضيق نفس نعم عم باخذ دواء التهابات برتاح شوي عم يرجع يتكرر اكيد لانه الانسداد الرئوي سلامتك هو سلامتك واهلا وسهلا فيك. الانسداد الرئوي هو مرض مزمن يعني هو بيسموه كرونيك برونكايتس يعني بدك تقول عندك نوع من الاكيوت البرونكايتس اللي حكينا عنها هل تضيق بمجاري الهواء بس كرونيك يعني مزمن يعني مش انه صار في عندك فيروس او بكتيريا وعملت لك هالتضيق اللي صار بالرئه انت عندك المشكله بسبب الدخان على الارجح بسبب الدخان بتصير وبيصير في عندنا هالتضيق. هلا العلاجات بتفرق على حسب كل مريض يعني الكورتيزون بتاخده يمكن 4-5 ايام بتتحسن شوي بس الاساس هو نحن نعرف كيف بدنا نوسع مجرى الهواء يعني بدنا نشوف شو نوعيه البخاخه اللي عم تاخذها اي نوعيه بتناسب لك الرئه تبعك انت كيف عم تاخذها لتوصل بشكل منيح على قلب الرئه على قلب الرواية وعلى قلب البرونش لحتى يفتحوا هالبرونش بشكل مزبوط. بقى انا اللي بقول لك اياه انه نحن اهم شيء ما تكون عم تدخن مع لانه كثير في المدخنين بيكملوا حتى لو كانوا نكون عم ناخذ البخاخه بشكل منتظم وبدك اكيد الواحد يطلع مزبوط اذا كنت نحن عم نقدر نوصل لك الدواء لنفتح الرئه بشكل مزبوط يعني واحد بده يطلع اكثر لها بديتيلز اكثر يعني حسب كل مريض. سؤال اخير دكتور البريفنشن هي بس فاكسين؟ لا في اكيد غير الفاكسين اكيد نحن البريفنشن اللي بتنقال بهالفتره من السنه انه نحن ما الهاند واش الهاند هايجين على طول نستعمل سانيتايزر يعني هودي اللي بينظفوا الايدين فيهم اذا كان واحد عنده استعداد من المفضل انه ما يتعرض كثير لناس اذا كان في ناس مريضه حواليه ما يتعرض او ما يطلع كثير بالعجقات كثير. هلا ما فينا نحبس المريض بالبيت او الشخص بالبيت ونقول له ما تتعرض لانه بحيالله محل عم نروح عليه عم بيكون نحن معرضين يعني بس انه هودي القصص الاساسيه على طول هاند هايجين واكيد اذا حدا عم يسعل يكون مغطي هو لحتى ما يعدي غيره
بيستعمل فوطة أو كلينكس بس أو لحتى ماسك لحتى ما يطلع لحتى ما يعدي غيره. هاي أهم شيء. وهون التشخيص المبكر مثل أي شغلة تانية ممكن تكون مفيدة، ولا أوقات الطبيب ما بيكون ما بيقدر يعرف بكير شو المشكلة؟ فينا نستعمل في طرق، يعني أكيد المريض لما يفحص الحكيم لما يفحص المريض أكيد بس يتسمع له على الرئة تبعه، في شيء نحن بالفحص السريري بنقدر نشوف إذا القصة قصة برونكايتس عادي ولا قصة في نمونيا، العوارض السريرية بتساعدنا، والصورة صورة الرئة مهمة، يعني صورة الرئة أكيد بتفرق بين البرونشيت والبنموني بالصورة جدا مهمة. دكتور فادي أبو جزاء اختصاصي أمراض الرئة والجهاز التنفسي، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا وسلامة الجميع بهالطقس، بتأمل تكونوا كلكم بصحة جيدة لتستفيدوا من الطقس الحلو. شكرا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. وفي هلا ومنتابع لايف